دلوقتي النيورو بقى، طب انتوا خدتوا الفرق بين الام ار والسي تي؟ مش هقعد اقول الام ار ده ايه وده سي تي ولا ايه، عشان ده سؤال جديد يعني بيجيب لك صوره يقول لك ده سي تي ولا ام ار حتى في النيورو، ودي حاجه سهله بالنسبه لكم المفروض صح. طيب اهم اثنين موداليتيز في النيورو ايه؟ السي تي والام ار، دول اهم حاجه احنا ما بنمشيش من غيرها. طيب امتى بستخدم السي تي وامتى بستخدم الام ار؟ السي تي مهم في حالتين مهمين قوي، بيشنت داخل الطوارئ شاكين يا اما ان هو ستروك يا اما بيشنت داخل الطوارئ ب incidence of stroke. يبقى انا بعمل سي تي لاي عيان داخل الطوارئ امتى؟ لو انا شاك ان العيان ده عنده ستروك، او لو انا البيشنت ده جاي في سيتنج ستروك. تمام، ستروك يعني ايه؟ اكيد عارفين يعني ايه ستروك. تمام، الام ار طيب امتى بعمل ام ار؟ لو انا لقيت حاجه في السي تي طلعت يا اما ان هي مش ستروك ولا ان هي تروما. تمام، لقيت البيشنت ده عنده ليجن في البرين يعني تيومر، عنده حاجه غير اللي انا كنت متوقعها في السي تي، يبقى تاني ستيب على طول من غير تفكير هعمل ام ار. طيب ثالث موداليتي ودي مهمه قوي برده بالنسبه لنا، حاجه اسمها انجيوجرافي. عارفين ايه الانجيوجرافي؟ ان انا بصور الفيسلز. تمام، طيب الفيسلز دي انا امتى بصورها؟ لو دخل عيان صغير مش في سيتنج تروما. تمام، ولقيت عنده هيمريدج كتير جدا، طب ايه سبب الهيمريدج ده؟ لازم يبقى له سبب. لو العيان ده بيشنت صغير في السن ولقيت عنده هيمريدج كتير وهو مش جاي في تروما، يبقى عاده السبب بيبقى ارتيريو فينس مال فورميشن، حصل لها رابتشر عملت هيمريدج. طيب لو العيان ده مش صغير يبقى هيبقى حد كبير، طيب الكبير ايه سبب تفتكروا حد كبير جاي عنده هيمريدج؟ هايبرتنشن. حاجه ثانيه لا ما انا بقول جاي مش في سيتنج تروما اصلا، يبقى ايه؟ لو هو عنده انيوريزم. صح، الانيوريزمز دي كومن جدا في البرين فيسلز زيها زي اي فيسل في الجسم، فبيجي في اولد ايج. تمام، يبقى هلاقي عنده هيمريدج بس هو اولد ايج. يبقى انا عندي زي ما قلنا يبقى السي تي بيتعمل في امتى؟ تروما او ستروك. الام ار بيتعمل في سيتنجز ثانيه لو انا لقيت فايندنجز مش ماشيه مع اللي انا كنت شاكه فيه. تمام، والانجيو في حالتين، لو انا لقيت هيمريدج في سيتنج مش تروما لازم اعمل انجيوجرافي عشان اعرف مين اللي بيبليد. تمام، ايه سبب البليدنج؟ لو بيشنت صغير يبقى ارتيريو فينس مالفورميشن، لو بيشنت كبير هيبقى انيوريزم هو اللي رابتشر يا اما هايبرتنشن. تمام، طيب دي صوره ايه؟ دي سي تي صح. طيب ايه هي الستراكشرز اللي انا عايزاكم تعرفوها مهمه قوي هنا في صوره السي تي ده؟ ايه الحاجات السوداء دي؟ ساينسز. دول ايه؟ دي الفنتريكلز. صح، الفنتريكلر سيستم فيهم سي اس اف. تمام، ده اسمه فنتريكل، ده اللاترال فنتريكل، ليه هورنز كده مش مهم بالنسبه لي اسمهم ايه. طيب وفي حاجات ثانيه سوداء كده ماشيه، دول ايه؟ دول السلساي. تمام، السلساي دول الكورتيكال سلساي فيهم برده سي اس اف، يبقى انا في السي تي بشوف السي اس اف اسود. تمام، يبقى ايه حاجتين السود اللي باينين عندي في السي تي اسود اسود دول؟ يبقى يا اما الفنتريكلر سيستم يا اما السلساي. طيب ايه الحاجات اللي على الجناب بتوع الفنتريكلر سيستم دول؟ ايه الستراكشرز دي شايفين هنا؟ بلاش، خلينا على صوره الاوتوبسي، في مثلثات هنا، شايف ده ده وده وده ودول، ايه الستراكشرز دي؟ عارفين ايه دول؟ البيزل جانجلي. تمام، البيزل جانجلي، البيزل جانجلي ليهم اسامي مش مهم بالنسبه لي تعرفوا اساميهم. تمام، بس المهم ان انا عايزاكم تعرفوا ان الستركتشرز اللي جنب الفنتريكولر سيستم او اللاترال فنتريكول دول ايه؟ بيزل جانجلي. ماشي، طيب السيكونس دول ام ار ولا سي تي دول؟ نعم. طيب اللي هو ده ده انهي، تي 1 ولا تي 2 ولا فلير ولا ايه؟ ده تي 1. طب وده تي 2. طب ليه ده مش سي تي؟ ليه ما قلتش ان ده سي تي؟ ما هو السي اف اف اسود اهو. بالظبط، البون فين اصلا؟ البون اهو الاسود ده الابيض ده، ده اصلا سبكتينيوس تيشو، ده البون. ماشي، طيب في سيكونس تاني مهم عايزينكم تعرفوه هنا اسمه الفلير. خدتوا فلير ده ولا لا؟ طيب الفلير ده شبه التي 1 بالظبط صح؟ يعني لون السي اف اف هنا برده ايه؟ اسود. طيب افرقه ازاي عن التي 1؟ بص دلوقتي انا عندي البرين بارينكما بتتكون من حاجتين، حاجه اسمها كورتكس وحاجه اسمها وايت ماتر. تمام، الكورتكس اللي هو اللي من بره ده اللي محوط السلساي، والوايت ماتر اللي هو اي حاجه واصله من الكورتكس لجوه اللي هي الحاجات البيضاء. لو انا لقيت الكورتكس جراي والوايت ماتر ابيض يبقى انا في سيكونس تي 1، لو لقيتهم معجوزين يبقى انا في سيكونس فلير. هوريهم لكم بالروح عشان ما تتلخبطوش. نرجع للفلير تاني، احنا قلنا ده الكورتكس صح؟ واللي واصل من الكورتكس هنا اللي هو السود دول ايه؟ ده وايت ماتر. يبقى الوايت ماتر اسود في الفلير والوايت ماتر ابيض في التي 1. تمام؟ طيب في حاجه اسهل بكتير عشان ما
نلخبطش نفسنا. لو لقينا في حاجه بيضه حوالين الفنتريكلز، هالو كده ابيض حوالين الفنتريكل، يبقى ده اكيد فلير مش تي 1، عشان ما نتلخبطش من الاول ولا نقعد نقول ده وايت ماتر ولا ابيض ولا اسود. لا، في حاجه اسمها بيري فنتريكلر هالو كده، حاجه بيضه حوالين الفنتريكل سيستم، يبقى ده سيكونس فلير. تمام؟ سيبوكم الفات سبريشن ده. اه بصوا بقى، ده ساجيتال، عارفين اكيد ده ساجيتال ولا ايه؟ مقطعين الجسم كده. طيب في تو ستراكشرز مهمين قوي في الساجيتال عايزينكم تعرفوهم. في ستراكشر في الغضروف هنا، ده تفتكروا ايه ده؟ بتويتري، بتويتري جلاند. دي البتويتري جلاند، تمام. يبقى دي السله فيها البتويتري جلاند اهي، تمام. طيب في ستراكشر عامل شبه السي كده، ده تفتكروا ايه؟ انا سامعه كوربس كالوز، ماشي. يبقى ده ايه؟ الكوربس كالوز. يبقى اهم تو ستراكشرز عايزاكم تعرفوهم في الساجيتال مين؟ السله والكوربس كالوز، تمام؟ ماشي؟ حتى حد عنده اسئله لحد دلوقتي؟ ماشيين تمام؟ اوكي يلا. طيب دلوقتي ده بيشنت جاي في سيتنج تروما، ده سي تي ولا ام ار مبدئيا كده؟ سي تي. سي تي. طب احنا شايفين ايه هنا وشايفين ايه هنا؟ خلينا في الاول ده. ده بنسميه بون ويندو. ليه بنسميه بون ويندو؟ عشان انا شايفه حاجه فيها غير بون، صح؟ انا مش شايفه البرين خالص. لكن هنا ده بسميه سوفت تيشو ويندو عشان انا شايفه البرين وشايفه البون ايه؟ كله ابيض كامل. طيب هنا شايفين ايه؟ فراكتشر سبليت سكول، تمام. طيب هنا في البرين بقى شايفين ايه؟ ايه اللي غريب؟ في هيمرج، تمام. شكله ايه الهيمرج ده؟ لينير كده صح؟ ده صح؟ وفي واحده هنا نقطه اهي. طيب الهيمرج اللينير ده ماشي جوه السلسال اسمه ايه؟ تعرفوا اسمه؟ سب اركنويد هيمرج، تمام؟ فعايزاكي تعرفوا شكل السب اركنويد، احنا هناخده تاني دلوقتي، ماشي؟ طيب. طيب هنا شايفين ايه؟ ده سي تي. طب ولا ايه؟ عارفه ده ايه؟ سي تي. سي تي. ايه اللي احنا شايفينه ده؟ افتكروا. ايه دول؟ هيمرج. ده هيمرج برضه، تمام؟ طيب الهيمرج ده حواليه حاجه سودا، صح؟ تفتكروا ايه ده؟ دي إديمة. بصوا اي حاجه جوه البرين، اي حاجه غريبه جوه البرين، هيمرج، تيومر، اي حاجه جوه البرين، البرين بيعمل حواليها إديمة، تمام؟ اي حاجه بتيجي جوه البرين لازم البرين يعمل ديفنس ميكانيزم ان هو يعمل إديمة يحوط الليجن ده، سواء ده هيمرج، سواء ده تيومر، سواء اي حاجه. طيب نتيجه الإديمة دي ايه؟ دلوقتي في ميه كتير اتكونت حوالين الهيمرج ده، هتضغط على الستراكشرز بتاعت البرين، تمام؟ ايه هي الستراكشرز اللي هتضغط؟ الفنتريكولار سيستم ده هيتزق شويه، تمام؟ ايه تاني؟ السلسايد دي اللي هي كانت المفروض باينه هنا، احنا خلاص كلها اتقفلت بالقديمه فما بقتش باينه خالص، تمام؟ فده اللي بنسميه الماس افكت لاي حاجه جوه البرين، ان انا الاقي قديمه حوالين الريجن والقديمه دي بتقفل السلسايد وتزق الفنتريكولار سيستم. طيب يبقى ده هيمرج وحواليه ايه؟ قديمه. طب ايه ده تفتكروا؟ في حاجه بيضه هنا جوه ايه؟ ده ايه ده؟ هنا لا ده كالسيفيكيشن، تمام. ده بقى في حاجه عامله زي ليفلين كده، صح؟ في ليفل هنا، يعني ده كان ايه؟ طب هنا ده ايه الاسود ده؟ مش ده بقيه الفنتريكل اهو، تمام. هو الفنتريكل حاجه بيضه، يبقى ده انترا فنتريكلر ايه؟ هيمرج، تمام. يبقى ده هيمرج جوه البرين، تمام، اللي احنا بنسميه انترا اكسيل برين هيمرج. انترا اكسيل يعني ايه؟ يعني جوه البرين بارينكل، ماشي. يبقى ايه انواع الانترا اكسيل هيمرج؟ يا اما ان انا الاقي برين كونتيوشن يعني هيمرج جوه البرين، يا اما ان انا الاقي انترا فنتريكولار هيمرج، تمام. عايزاكم تعرفوا في نوعين مهمين جدا من الهيمرج، حاجه اسمها انترا اكسيل وحاجه اسمها اكسترا اكسيل. ركزوا معايا عشان ده بيجي كتير قوي. ايه هو الانترا اكسيل؟ انترا اكسيل يعني هيمرج جوه البرين بارينكيما، سواء برين كونتيوشن او انترا فنتريكولار هيمرج. طيب ايه هو اللي بيجي اكسترا اكسيل؟ يعني ايه اكسترا اكسيل؟ يعني مش جوه البرين بارينكيما، يبقى فين؟ في الكفرنج لايرز بتاعه البرين، تمام، اللي هم الديورا والبايا والحاجات دي، اللي هم ايه؟ ايه هم بقى الاكسترا اكسيل دول؟ يا اما الاكسترا ديورال هيمرج، يا اما السب ديورال، يا اما السب اركنويد. يبقى الثلاثه دول هم الايه؟ الاكسترا اكسيل هيمرج، اوكي. هيجوا دلوقتي واحده واحده هنعرف ايه الفرق بينهم، ودول مهمين عشان بيجوا كتير قوي، تمام. طيب الهيمرج ده انترا اكسيل ولا اكسترا اكسيل؟ وايه اللي احنا شايفينه اصلا؟ ده ايه ده؟ ده هيمرج جوه البرين بارينكيما ولا بره؟ جوه. يبقى ده انترا اكسيل. طيب الفنتريكولار سيستم بصوا بقى عامل ايه؟ ما هو ابيض اصلا، يبقى ده ايه؟ انترا فنتريكولار، تمام. طيب نيجي بقى للحاجات الاكسترا اكسيل. قلنا اول واحد فيهم الاكسترا ديورال. طيب
ده بيبان ازاي؟ بيبان حاجة كونفكس. بصوا بقى لازم تعرفوا الفرق ما بين الاكس اترا ديورال والسب ديورال، دول مهمين جدا ماشي. في واحد فيهم بيجي كونفكس كده، وفي واحد بيجي فيهم كونكيف. يبقى اللي بيجي كونفكس مين؟ اكسترا ديورال. واللي بيجي كونكيف، كونكيف يعني كده معين شبه الكونكيف نص هلالي كده، يبقى ده مين؟ السب ديورال. طيب ايه الفرق التاني اللي ما بينهم؟ مين اللي ممكن يعدي الناحيه الثانيه؟ يعني انا ممكن الاقي سب ديورال هيمرج معدي الناحيه الثانيه، او اللي بيكروس السوتشرز هو السب ديورال هيمرج، لكن الاكسترا ديورال هيمرج عمره ما هيكروس الناحيه الثانيه. تمام، فده ديفرنس مهم قوي بينهم. طب مين فيهم اللي بيجي كومن في التروما؟ الاكسترا ولا السب ديورال؟ الاكسترا. تمام، يبقى الثلاث فروقات دول مهمين جدا. مين اللي اسوشيتد بالفراكتشرز؟ الاكسترا ديورال هيمرج. مين اللي بيجي باي كونفكس؟ الاكسترا ديورال هيمرج. مين اللي مش بيكروس السوتشرز؟ الاكسترا ديورال هيمرج. السب ديورال بيجي ايه؟ بيجي باي كونكيف. تمام، مش وبيكروس السوتشرز. تمام، وبيجي كومن جدا، مش بيجي قصدي كومن مع التروما، يبقى الكومن مع التروما الاكسترا ديورال. حد عنده اسئله لحد هنا؟ تمام. طيب بصوا بقى دلوقتي هنا انا شايفه ايه؟ هو هنا مشاور ان في هيمرج، والهيمرج ده عامل ماس افكت. حد فيكم شايف اي حاجه؟ الفنتريكل ده في حاجه مسقوعه صح؟ تمام. المفروض ان ده الفورس اللي هو الخط الابيض اللي في النص اللي بيفصل التو سيريبرال هيمسفير، مسقوع في مسقوع للناحيه الثانيه. معناه ان هو مسقوع ده معناه ايه؟ ان في حاجه زق الناحيه الثانيه. طيب ايه اللي زقهم؟ في حاجه هنا كونكيف بس لونها شبه البرين بارينكيما صح؟ اللي هي دي، ده اسمه سب اكيوت سب ديورال هيماتوم. يبقى دلوقتي انا عندي عرفت ازاي ان في هنا ديورال او سب ديورال هيماتوما، لقيت حاجه زق البرين. تمام. طيب هنا السلساي شكلها عامل ايه؟ مفتوحه صح؟ انا شايفه فيها سي اس اف. هنا انا شايفه اي سلساي؟ لا، فده ايه؟ مقفول بسبب الماس افكت بتاع السب ديورال هيماتوم. طيب لو جالنا سؤال بيقول ازاي افرق ما بين السب ديورال هيمرج ده حاجه اكيوت ولا حاجه سب اكيوت ولا حاجه كرونيك، هعرف منين؟ بالدنسيتي بتاعته. تمام، يبقى ده سؤال بيجي على طول، الدنسيتي بتاعه الهيمرج هي اللي بتفرق ده اكيوت ولا سب اكيوت ولا كرونيك. طب ده لو كرونيك هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى اسود خالص شبه السي اس اف. تمام، يبقى انا عندي ده اكيوت لانه لونه ايه؟ ابيض، وده سب اكيوت عشان ده لونه جراي. لو عندي بقى حاجه كرونيك هتبقى سودا خالص. طيب دول ايه احنا خدناهم خلاص؟ طب الاقي هيمرج ماشي جوه السلسوي ده ايه؟ ده سب اركنويد هيمرج. بصوا ديفيوز اكزوجال انجري ده مش مهم قوي، بس برضو ايه هقوله لكم. امتى اقول للبيشنت ده عنده حاجه اسمها ديفيوز اكزوجال انجري؟ يعني ايه ديفيوز اكزوجال انجري؟ هو البرين ده كله ماشي فيه اكزنز ونيورنز ماشيه في كل الاتجاهات. تمام، لو حصل شيرنج افكت يعني الاكزنز دي اتلفت حوالين نفسها بيحصل فيها بليدنج. البليدنج ده امتى بيبقى كاركترستيك عشان اقول ان في ديفيوز اكزوجال انجري؟ الحته بتاعه الكورتيكال الجراي وايت ماتر جونكشن، يعني ما بين الكورتكس وما بين الوايت ماتر، لو لقيت هيمرج ده كلاسيكال ان ده ديفيوز اكزونال انجري، او عند الكوربس كالوزا. تمام، يبقى التو سايتس دول كلاسيكال لمكان ديفيوز اكزونال انجري، كورتيكال سب كورتيكال و كوربس كالوزا. طيب هنا مكتوب ان في جنرالايز برين اديما، ليه؟ تفتكروا ليه؟ ايه الغريب في الصوره دي؟ السلساي كلها مقفوله، لا يمكن ان انا الاقي بيشنت السلساي كلها مقفوله ومش شايفه ولا واحد فيهم في سي اس اف، الا معناه ان في ديفيوز برين ايديما. طب تفتكروا لو حاجه جنرالايز كده ده معناه ان مفيش بيشنت في برين؟ لو بيشنت ده عنده هايبوكسيا او عنده هايبوجلايسيميا، يعني حاجه لازم تبقى ميتابوليك او حاجه توكسيك، هو ده اللي هيعمل جنرالايز برين ايديما. تمام، الماس افكت بقى زي ما قلنا، قلنا ايه هو الماس افكت؟ ان انا الاقي ليجن او الاقي هيمرج او الاقي اي حاجه دايسه على الفنتريكولر سيستم. تمام، طيب لو الليجن ده كبر اكتر ممكن يعمل ايه؟ ممكن ينزل حته من البرين من مكانها. هو انا ايه الاستراكشر اللي بيفصل ما بين السيريبرم والسيريبلم؟ التنتوريوم. سمعت حاجه اسمها التنتوريوم؟ التنتوريوم سيريبلم. تمام، لو انا لقيت حته من البرين معديه التنتوريوم اللي هو مكانه هنا ده، ده بنسميه ترانس تنتوريال هيرنيشن، يعني حته من البرين نزلت من فوق لتحت داست على السيربلم. طيب لو انا لقيت حته من البرين نازله في الفورامن ماجنم، تمام، يبقى ده اسمه تونسيلر هيرنيشن. يعني ايه تونسيلر؟ يعني التونسل بتاعه السيربلم نزلت في الفورامن ماجنم.
مهم بالنسبه لي قوي الاسامي دي. انا كل اللي يهمني اعرفهم ان في حاجه اسمها ماس ايفكت، اي حاجه في البرين لازم تعمل ماس ايفكت. طيب هو لو انا جالي تيومر هنا في البوستيري فوسا، يعني ايه بوستيري فوسا؟ عارفين ايه بوستيري فوسا؟ اللي هو من الاخر السيربيلوم. انهي فنتريكل اللي هيضغط عليه؟ الفورس فنتريكل. تمام، ده برده حاجه مهمه. علاج لو انا لقيت تيومر في الفورس فنتريكل يبقى ايه اللي هيضغط عليه؟ الفورس فنتريكل. مفيش حاجه اسمها تيومر بيجي ما بيعملش ماس ايفكت، لازم يدوس على اللي جنبه. طيب نيجي بقى على الحاجات اللي هي نون تروماتيك اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. ده بيشنت جاي ستادي مش تروما ولقيت عنده هيمرج، صح؟ طيب الهيمرج ده مكانه فين؟ انا قلت لكم الحته دي اللي جنب الفنتريكولار سيستم اسمها ايه؟ بيزل جانجليا، صح؟ يبقى لو انا لقيت هيمرج في البيزل جانجليا ودخل جوه الفنتريكولار سيستم ده كلاسيكال هايبرتنسيف هيمرج. يبقى الهايبرتنسيف هيمرج ليه لوكيشن معين، ليه سبيسيفيك لوكيشن. انا مش بشخص من دماغي، انا مش هلاقي هيمرج ده ضغطه عالي يبقى ده هايبرتنسيف. لا، هايبرتنسيف يبقى بيجي في مكانه فين؟ في البيزل جانجليا ويدخل جوه الفنتريكولار سيستم. تمام، يبقى ادي هيمرج في البيزل جانجليا واكستندنج جوه الفنتريكولار سيستم، وفي عيان طبعا لازم يبقى عنده هيستوري اوف هايبرتنشن، يبقى ده هايبرتنسيف هيمرج. تمام، ده اكستنسيف طبعا ومالي الفنتريكولار سيستم. تمام، طيب هنا بقى لقيت عيان داخل بهيمرج برده مش جاي في سيتنج تروما. تمام، والهيمرج ده هل في البيزل جانجليا؟ لا، ده في حته فين؟ الحته دي اسمها ايه؟ اسمها الوايت باتر. تمام، اللي هي بعد الكورتكس في هنا على طول ايه؟ وايت باتر. طيب يبقى اول ستيب هعملها العيان ده ايه؟ اعمل له انجيوجرافي. تمام، ليه قلنا انجيوجرافي؟ عشان حاجتين لازم يسببوا الهيمرج ده، يا اما اي في ام يا اما انيوريزم. لو هو صغير هيبقى ايه؟ ولو هو كبير هيبقى انيوريزم. طبعا هو في ناس صغيره بيجي لها انيوريزمات، بس لازم يبقى عندهم انتيتي اسمها فاسكولايتس، يعني البيشنتس اللي عندهم سيستميك لوبس او روماتويد او اي حاجه بتافكت الفيسلز بتاعت البرين لو هم. بس طبعا انا لازم يبقى عندي هيستوري ان العيان ده عنده حاجه بتعمل فاسكولايتس، هتعمل له انيوريزم دايليتيشن. طيب الانجيو ده انتوا شايفين فيه ايه؟ لو يعني خدتوا اي هنت عن الانجيو ده في الانترودكشن ولا لا؟ هايبر فاسكولار ولا ايه؟ طيب بصوا دلوقتي هوريكم بس انجيو ايه؟ ما بيعرفش. عادة يعني الانجيوجرافي بشوف الفيسلز ماشيه سموث كده، مالكوش دعوه بالسهل، بشوف الفيسلز ماشيه سموث خالص كده وما فيهاش اي حاجات مكلكعه ولا اي طفت ولا اي حاجه، ده النورمال انجيوجرافي. طيب لو انا رجعت للعيان اللي احنا كنا عنده ده، شايفين دي فاسلز كتير قوي ماشيه جنب الفاسلز النورمال. تمام، ده منظر كلاسيكال للارتيروجينس مالفورميشنز، ان انا الاقي مالتيبل تافتس اوف فاسلز ماشيه وسط النورمال فاسلز، ده منظر الايه؟ الاي دي ام. متخيلين ولا مش متخيلين؟ تمام، فده منظر ايه؟ الاي دي ام. طيب هو ده انهي ارتري؟ ده الانترنال كاروتيد ارتري. الارتري اللي ماشي معرض ده او في زي مالتيبل اندنتيشنز كده ده الانترنال كاروتيد. طب بيتقسم ايه الانترنال كاروتيد؟ بيتقسم لانتيريور سيريبرال ارتري وميدل سيريبرال ارتري. دول الاثنين البرانشين الكبار بتوعه، ده ميدل واللي ماشي قدام ده انتيريور. طيب دخل تاني عيان عنده ده سب ارانويد هيمرج ولا لا؟ عرفنا ازاي؟ ماشي في السالسايد، ماشي جوه الفوركس، الحته اللي فيها سي اس اف اللي حوالين البرين ستام دي اسمها سي اس اف سيستيرن، مش مهم، المهم ان هو محوط كل حته في البرين وجوه السالسايد. طيب ده عيان برده جاي لي بسب ارانويد هيمرج مثلا وانا مش لاقيه اي سبب تروما، يبقى لازم اعمل له ايه؟ لازم اعمل له انجيوجرافي. طيب عملت له انجيوجرافي، قلنا الفيسل اللي عرض ده ايه؟ ده الانترنال كاروتيد. هيتقسم لواحد ماشي في النص ده انتيريور سيريبرال، واللي ماشي لاترال ده مين؟ هي الصوره اللي فاتت كانت ساجيتال، فعشان كده ده ماشي قدام وده ماشي ورا، والصوره دي كورونا، عشان كده ده ماشي في النص وده ماشي في الجنب. اللي ماشي في النص اللي هو جوه الفورس ده الانتيريور ايه؟ سيريبرال اورتي، واللي ماشي لاترال ده الميدل سيريبرال اورتي. طيب انا شايفه هنا ايه؟ دي انيوريزم. تمام، يعني حته ساكيولر كده الانتيريور سيريبرال. لا ده مش الانتيريور سيريبرال، المفروض ان في انتيريور سيريبرال يمين وشمال وما بينهم ارتري صغير اسمه انتيريور كوميونيكيتنج ارتري. انتيريور كوميونيكيتنج ارتري ده هو الكومنست ارتري اللي بيجي فيه انيوريزم. تمام، فده انيوريزم فين؟ في الانتيريور كوميونيكيتنج ارتري. ماشي، مش مهم قوي الديتيلز دي،
مهم بالنسبه لكم نعرف ان الثاني ستاف عيان عنده سبعاركنويد هيمرج ان انا اعمل انجيوغرافي. ماشي؟ طيب هنا ده مين بقى؟ برضو مش عايزينكم تعرفوا ان ده بوستيريور كوميونيكيتنج. احنا قلنا ده مين؟ الانترنال كاروتيد صح؟ وده مين؟ انتيريور سيريبرال واللي في النص، وده ميدل سيريبرال. وهنا في ايه؟ في الانجيو انيوريزم. هنا شايفه ايه في البرين؟ سبع اركنويد هيمرج ماشي جوه السلسال وماشي جوه الفورمز. ده شكل غير السيتي انجيوغرافي. ده منظر السيتي انجيوغرافي العادي بتاعنا. بصوا بقى لما تلاقوا الصوره كده ما فيهاش اي ملامح كده ولونها غير يعني عايزاكم تعرفوا فرق شكل الصوره. ده اولا هتلاقوا البون بتاع البرين هنا، شايفين ده البون بتاع السكال، فده لازم يكون سيتي انجيوغرافي. الام ار انجيوغرافي مش هتلاقوا المنظر ده، هتلاقوا صوره كده زوم ان فيها الباسل. طب انتوا عارفين السيركل اوف بيرز فيها ايه ولا لا؟ طيب بلاش السيركل اوف بيرز. بص ده مين هنا اللي مش في النص؟ البس اللي مش في النص في الفورس ده مين؟ ميدل سيريبرال. وده مين؟ ميدل سيريبرال. طالعين منين؟ من الكاروتس. طيب مين البس اللي بيجي بوستيريور ويخش معاهم؟ البازلر اورتري صح؟ بازلر بيتقسم لاثنين بوستيريور سيريبرال اورتريز. فدي اسمها السيركل اوف ويلز. تمام؟ دي مهمه شويه عايزاكم تبقوا عارفين. يبقى انا عندي في حاجه اسمها بوستيريور سيركيليشن وفي حاجه اسمها انتيريور سيركيليشن. البوستيريور سيركيليشن عباره عن البازلر اورتري ماشي بيتقسم لاثنين بوستيريور سيريبرال اورتريز، والانتيريور سيركيليشن اللي هي قلنا الانترنال كاروتيد هيتقسم لميدل وانتيريور سيريبرال اورتريز. تمام؟ طيب الانيوريزم ده طالع من عند مين؟ من عند الانتيريور من عند الانتيريور سيريبرال اورتريز. فده انيوريزم في الانتيريور سيريبرال اورتريز لان الكاروتيد اهو هنا اهو اتقسم كده واتقسم كده. طيب ده انجيوغرافي برضه. مين الانيوريزم ده تفتكروا فين؟ ده انهي بس اللي ماشي لاترال ده؟ ده الميدل سيرفس. تمام؟ طيب يعني ايه انفاركت بقى؟ احنا قلنا يعني ايه انفاركت؟ الانفاركت يعني بس بيسبلاي برين اتقفل بانجريس، اتقفل باثروسكليروزس، اي حاجه حصلت قفلت البسل ده. طيب انا هعرف منين انهي فيسل اتقفل؟ يعني انا جاي عيان في سيتنج ستروك قالوا لي هو صحح منه نص جسمه مش بيتحرك، يعني ده جاي في ستروك. تمام؟ طيب انهي فيسل اللي اتقفل؟ على حسب المكان اللي حصل له انفاركت يبقى ده الفيسل اللي بيغذيه صح؟ يعني انا هشوف البرين الليجن فين؟ في مكان السبلاي بتاع الانتيريور سيريبرال ولا الميدل سيريبرال ولا البوستيريور سيريبرال؟ وعلى حسب انهي ليجن موجود يبقى هقول الارتري ده اتقفل. طيب فين الاماكن بقى اللي دول سبلاي بيهم؟ يعني انتيريور سيريبرال اورتري بيسبلاي اني حتت في البرين؟ الحتت اللي في الميد لاين، اي حته ماشيه في الميد لاين اللي هي الحتت الصفرا دي يبقى ده مين؟ انتيريور سيريبرال اورتري. طيب لان هو اصلا ماشي في الفورس، مش احنا قايلين ماشي في الفورس يعني ماشي في الميد لاين. طيب الميدل سيريبرال بيسبلاي ايه؟ بيسبلاي الحتت اللاترال في البرين، والبوستيريور سيريبرال بيسبلاي الحتت البوستيريور في البرين. تمام؟ فهمتوا قصدي؟ هنشوف الاكزامبل دلوقتي واللي عنده سؤال يقول. يعني مثلا دلوقتي انا جيت عملت العيان ده سي تي، احنا قلنا اول حاجه هنعملها عيان عنده ستروك ايه؟ سي تي. هلاقيت ايه في السي تي ده؟ في حاجه هنا سودا صح؟ في حاجه هنا ايه؟ سودا برضه. طب الحته السودا دي مكانها فين؟ ميد لاين ولا لاترال ولا بوستيريور؟ ميد لاين. يبقى مين اللي بيسبلاي هنا؟ يبقى الانتيريور سيريبرال اورتري هو اللي ايه؟ اتقفل. تمام. طيب لقيت بقى هنا ايه؟ حاجه كبيره قوي ولاترال واخده حته كمان ايه؟ من ميد لاين. يبقى مين اللي اتقفل؟ انتيريور وميدل سيريبرال صح؟ يبقى مين اللي اتقفل بقى؟ بمعنى اصح الانترنال كاروتيد اورتري هو اللي اتقفل صح؟ مش هو اللي بيتقفل الاثنين؟ يبقى الانترنال كاروتيد اتقفل فالميدل والانتيريور سيريبرال الاثنين اتقفلوا صح؟ المهم يعني ان الميدل سيريبرال بياخد الحته ايه؟ اللاترال الكبيره دي. طب في ماس افكت هنا ولا لا؟ ايه هو بقى؟ الفنتريكل هنا مقفول وفي ميد لاين شيفت للناحيه الثانيه. تمام؟ فده منظر الماس افكت. احنا قلنا اي حاجه بتيجي في البرين بتعمل ماس افكت. نعم. لا طبعا. ازاي؟ سبزيور الهيمرج بيجي فين؟ بيجي بره البرين، ده احنا هنا جوه البرين خالص. يعني ده البرين برينك مسودة. فاهمة قصدي؟ السبزيور هتلاقي البرين برينك مسودة وهو من بره. هجيب لك صورة السبزيور. أهو.
سب يونت شايفه البرين اهو والليجن اصلا من بره وزائق البرين مش جوه البرين باريك. فهمتي قصدي؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب هنا الحته السوداء فين؟ اللي هي دي صح؟ يبقى مين اللي بيسال؟ يبقى فاهم هنا؟ طيب بصوا بقى الحاجات دي مش مهمه بالنسبه لك وعايزه انا ممكن الاقي انفاركت في حته ثانيه خالص في البيزل جانجليا. مش قلنا الحته دي اسمها بيزل جانجليا؟ ممكن الاقي انفاركت هنا. ده دي 1 ولا دي 2 ولا فلير؟ ده دي 1 وده ايه؟ دي 2. طيب ممكن الاقي انفاركت في البرين ستيم على حسب مين الارتر اللي اتقفل. ما في بيرفوريتنج ارتريز بتطلع من كل برانش بتسبلاي حته معينه. ما هو مش لازم الارتري كله يتقفل، ممكن واحد من البيرفوريتورز اللي يتقفل. ده مش مهم، انا بالنسبه لي تعرفوا انتيرير ميدل بوستيرير الارتريز الكبيره شكلها عامل ازاي لما بتتعفن. طيب بصوا السيكونس ده برده مش مهم بالنسبه لكم بس عايزاكم تعرفوه يعني معلوماتكم العامه. هو انا في الام ار لو عايز اعرف العين ده، يعني لو العين ده جه في حته ما فيهاش سي تي وانا شاكه انه عنده انفاركت ولازم ادخله، فهخش هدخله يعمل ام ار. طيب ايه الام ار هيبينه مش هيبين في السي تي؟ اولا الام ار بيديتكت الانفاركت في اول 6 ساعات، يعني اللي بيبان في السي تي ده عمره ما هيبان غير بعد 6 ساعات من العيان. تمام؟ فانا لو لحقت العيان في اول 6 ساعات ممكن اديله ثرومبوليتكس تدوب الجلطه، لكن لو بعد 6 ساعات خلاص فرصته في ان هو يعمل ثرومبوليتكس بتبقى راحت. فايه هو السيكونس الكلاسيكال اللي انا بشوف فيه الانفاركت؟ حاجه اسمها ام ار ديفيوجن. يعني ايه ام ار ديفيوجن؟ هو سيكونس كده شبه التي 1 بس ما فيهوش اي ملامح، يعني لا هتشوفوا بون ولا هتشوفوا سايد وجوه ولا اي حاجه، بس الانفرت بينور فيه، بينور بيبقى ابيض بطريقه فظيعه. طيب قولوا لي لو هنا ده انفرت هيبقى تبع انهي ارتري؟ ميدل سيريبرال ارتري. تمام. طيب بصوا بقى ده منظر ايه؟ لا ده حاجه سودا خالص صح؟ دي بقى حاجه كرونيك من الاخر كده، دي اي حاجه كرونيك في البرين هتبقى عامله كده اسود شبه السي اس اف. يعني لو العين ده كان عنده هيمرج قديم وبقى كده خلاص هيبقى دي حاجه كرونيك، لو كان عنده انفاركت وبقى اولد انفاركت هيبقى عامل كده. طب هل ده في ماس افكت ولا لا؟ لا. ليه بقى؟ بصوا العكس بيحصل، شايفين الفنتركل اللي ناحيه الانفاركت ده واسع عن التاني اصلا، مش مسقوق، لا ده متشد ناحيته، ده معناه ان في فايبروزس شادد الفنتركل، فده معناه ان الليجن ده حاجه اولد مش حاجه جديده. تمام؟ طيب قولوا لي بقى هنا شايفين ايه؟ في حاجه هنا غلط صح؟ اللي هي ايه في الانجيو؟ التاف توب فيسلز دي قلنا دي عباره عن ايه؟ بكتيريو فينس ماركتور. في حاجه بقى اسمها بالون انجيو برضه ده مش مهم بالنسبه لك، يعني ما هو العيان ممكن يجي عنده حته في الارتري ضيقه فبخش ببالونه كده انفخها اوسع الارتري زي ستاند كده ونوسع الارتري. خلاص كده بصوا ده البالك الكبير، فاضل لنا بقى ايه حاجات ليجنز كده كاركترستيك تعرفوا شكلها بيجي عامل ازاي. تمام؟ لو حد بس عنده سؤال قبل ما ابتدي عشان ايه احنا يعني نقول متقربنا نخلص، في حد عنده سؤال في اللي فات ده عشان ده البالك المهم؟ تمام. طيب دلوقتي ده سي تي صح؟ يلا عشان نخلص انا عارفه ان انتوا تعبتوا. ده سي تي شايفين فيه ايه؟ هل في حاجه قلت؟ ماشي. هو الطبيعي ان انا الاقي الفنتريكولر سيستم واسع قوي كده؟ لا. الاقي السنساي واسعه قوي كده؟ لا. طب ده مش طبيعي في واحد صغير، لكن انا لو لقيته في واحد كبير ده طبيعي، يعني البرين ازاي بيقيد؟ ازاي الواحد ازاي اعرف ان اللي دخل على السي دي ده من غير ما ابقى شايفاه ده راجل كبير ولا راجل صغير بمنظر البرين؟ كل ما الفنتريكولر سيستم يوسع وكل ما السنساي توسع ده معناه ان الراجل ده كبير. تمام؟ طيب ده ايه؟ شايفين ايه؟ السنساي هنا كبيره ولا صغيره؟ صغيره، بس الفنتريكولر سيستم هو اللي ايه؟ اللي كبير، يبقى ده هايدرو كافلس. تمام؟ يعني ايه هايدرو كافلس؟ يعني فنتريكولر دايلاتيشن، لكن معهوش سي اس اف دايلاتيشن. تمام؟ فده اللي هيفرق ده هايدرو كافلس ولا ده ايتي. طيب في حاجه كده انتيتي اسمها هيربس فيروس انكيفاليتس، يعني واحد جاله انكيفاليتس بسبب هيربس. طب بعرف منين ان العين ده عنده هيربس فيروس انكيفاليتس؟ هو بيجي في حته كلاسيكال، بيجي فين؟ في التمبرال لوب، يا يجي رايت يا يجي لك، المهم ان هو بيجي في التمبرال لوب. يبقى انا لو لقيت ليجن في التمبرال لوب عيان جاي فيفر ومانيفستيشنز اوف انكيفاليتس عاده هتبقى
انا بس عايزاكم تعرفوا كل واحد كلاسيكلي في ايه، يعني ايه اللي انا هشوفه في الام ار او في السي تي اقول ده هيربيتك، ده ابسس، ده تيومر، ده مش عارفه ايه. تمام، يبقى هيربيتك انكيفالايتس يعني ليجن بتيجي في التمبرال لوب مع بيشنت مع مانيفيستيشنز اوف انكيفالايتس. طيب هنا شايفين ايه في البرين ده؟ في ليجن هنا صح مدور، والدايره دي في حواليها حاجه بيضاء صح. طيب الحاجه البيضاء دي هقول لكم ان العين ده واخد كونتراست. يعني ايه واخد كونتراست؟ يعني انا حقنته اي في كونتراست، اديته سكر تمام عشان اشوف. انا لما قبل ما اديله سكر ما كنتش شايفه غير ان في اديمه جامده قوي في البرين وما كنتش شايفه البتاعه. طيب البتاع ده لما خدنا السكر نور البريفري بتاعته وبقت سموث كده وعامله زي الدايره، وقلنا ايه اللي حواليه ده؟ اديمه. والاديمه والماس افكت ده شايفين البنتريكل مسحوب تمام. يبقى انا لما الاقي ليجن بعد السبعه مدور واخد بريفرال انهانسمنت والانهانسمنت ده سموث خالص، يبقى ده برين ابسس تمام. يبقى البرين ابسس بيبان ازاي؟ بيبان ليجن وانس ذا كراست رايت وحواليه بريفرال انهانسمنت بتبقى سموث جدا ومعاه طبعا ماسف ماس تمام او ماسف ايه. طيب ده برضو بيجي سؤال، ازاي بعرف؟ انتوا عارفين ايه هو الام اس ده؟ المالتيبل سكليروسيس سمعتوا عنه؟ طيب تمام. المالتيبل سكليروسيس ده عاده بيجي في يونج فيميلز تمام، حاجه بتبقى اوتو اميون. وايه اللي بيحصل بقى في البرين؟ بيحصل ان او ايه اللي انا هلاقيه في البرين؟ اولا السيكونس ده فلير ولا تي 1؟ زي ما اتفقنا لو لقينا هالو حوالين الفنتركل يبقى ده ايه؟ فلير. هو الكلاسيكال سيكونس اللي انا بعمله في حالات الام اس هو الفلير عشان هو بيبين اي باتشز موجوده في الواي فاي. يبقى ايه اللي انا هشوفه في حالات الام اس؟ هلاقي مالتيبل هايبر انتنس باتشز في الوايت ماتر. يبقى لو لقيت في الوايت ماتر مالتيبل باتشز، وهنا هو في ستراكشر هنا المفروض قلنا عليه اسمه ايه اللي ماشي سي جي كده في البنسل كوربس كالوز، لو لقيت مالتيبل ليجنز وكانها بيربنديكولر على الكوربس كالوز كده ده كلاسيكال لحالات الام اس. يبقى انا الام اس ده يعمل ايه او بيبوظ ايه في البرين؟ بيبوظ الوايت ماتر، يعني مالتيبل باتشز في الوايت ماتر والكلاسيكال لوكيشن بتاعتها انها بتيجي بيربنديكولر على الكوربس كالوز تمام. في اي اسئله؟ طيب البرين تيومرز بقى ايه اللي انا عايزاكم تعرفوه في البرين تيومرز؟ دلوقتي انا عندي تو تايبس اوف برين تيومرز، حاجه اسمها لو جريد وحاجه اسمها هاي جريد تيومرز. يعني ايه؟ يعني تيومر من الاخر الجريد بتاعه قليل فمش اجريسيف، والتاني هاي جريد فبيبقى اجريسيف. طيب هل هلاقي واحد فيهم معاه ماس افكت وواحد معهوش ماس افكت؟ لا. ليه؟ احنا اتفقنا اي حاجه في البرين هتعمل ماس افكت، بس طبعا الحاجات الاجريسيف هتعمل ماس افكت اكتر من الحاجات اللي مش اجريسيف. طيب ازاي عاده بفرق الهاي جريد من اللو جريد؟ بالانهانسمنت. يعني ايه؟ يعني انا لو اديت العيان ده صبغه ولقيت الليجن مش واخد انهانسمنت يعني ما نورش بعد الصبغه يبقى عاده ده لو جريد تيومر. لو لقيته واخد حاجه اسمها هيتروجينس انهانسمنت وهوريكم شكلها ايه يبقى ده ايه؟ هاي جريد تيومر. لو لقيته عامل ماس افكت كتيره قوي اكتر من التاني يبقى ده هاي جريد اكتر من اللو جريد ماشي. يبقى انا بفرق بالمنظر. هو طبعا احنا عندنا حاجات تانيه ادفانس كتير بنعملها عشان نفرق لانه مش طبيعي بالمنظر، بس بالنسبه لكم انتوا يعني لسه صغيرين بنعمل ايه؟ بالمنظر كده. واحد شكله مش اجريسيف وما فيهوش انهانسمنت يبقى لو جريد، واحد شكله اجريسيف وفي هيتروجينس انهانسمنت يبقى هو هاي جريد تيومر. طيب يعني ده دلوقتي ليجن صح؟ ده تي 1 وده تي 2 وده تي 1 بوست كونتراست، يعني انا اديت العيان ايه؟ صبغه تمام؟ طيب الليجن ده حصل له ايه بعد الصبغه؟ بالنسبه للتي 1 يعني بصوا على التي 1 قبل والتي 1 بعد. خد حته اخد انهانسمنت صح؟ الانهانسمنت ده شبه اللي شفناه بتاع الابسس؟ لا خالص، ده اللي بنسميه هيتروجينس انهانسمنت، يعني حتت واخده انهانسمنت وحتت لا وحتت اه وحتت لا، تمام؟ عشان الحتت اللي مش واخده دي بتبقى نكروتيك تيشو فما بتاخدش انهانسمنت. فده منظر الليجن بتاع التيومرز الهايبريد. طيب جيت لقيت ليجن تاني ده بعد الصبغه برضه، الانهانسمنت ده شبه بتاع الابسس؟ لا برضه. ليه؟ الابسس بيبقى سموث خالص، لكن لما امشي على ليجن والاقي حتت هيتروجينس خالص كده يبقى ده ايه؟ ده تيومر تمام؟ وعاده بيبقى هاي جريد لان اللو جريد عاده مش بتاخد انهانسمنت. طيب في تيومر كده كلاسيكال في البرين اسمه اوليجودندروبلايت، ايه الكلاسيكال اللي في دي ده؟ لو انا قلت لكم ان ده عيان مش واخد صبغه يبقى ايه الحاجات البيضاء دي؟ كالسيفيكيشن. طب ليه مش هيمرنج؟
قولولي. اولا لان الدنس بتاعتها شبه بتاعت البون، لا يمكن الهيمريدج لونه يوصل لون البون، لا يمكن، تمام؟ مهما كانت اكيوت دايما هيبقى الدنس بتاعته اقل من الدنس بتاعت البون. يبقى انا لو لقيت حاجه الدنس بتاعتها شبه البون يبقى ده اكيد كالسيفيكيشن. يبقى الموست كومن تيومر اللي بيحصل فيه كالسيفيكيشن في البرين اسمه ايه؟ اسمه اوليجو دندرو جايوم، تمام؟ طيب نيجي بقى ايه لاخر حته. دلوقتي احنا قلنا المكان ده في السنس كان اسمه ايه؟ الحته دي كان فيها ايه؟ بيتويتري جلاند، صح؟ طيب هنرجع للصوره النورمال عشان تخيلوا ده ايه؟ اهي دي ده منظر النورمال بيتويتري جلاند، شايفينها قد ايه؟ حاجه صغيره جدا لا تذكر، تمام؟ شايفينها؟ طيب هو ايه كومن تيومر اللي بيجي في البيتويتري جلاند؟ البيتويتري ادينوما، تمام. طيب دلوقتي لو شايفين بقى في ليجن كبير قوي بقى ريبليسنج البيتويتري جلاند، صح؟ ده منظر البيتويتري ادينوما. ليها هو ده ايه؟ ده اكزيت، صح؟ وده فاجيتال، وده ايه؟ كورو. دول الثلاثه بوست كونتراست، يعني انا متضايق عيان صعب، فالليجن ده ايه؟ منور. دي منظر كلاسيك كده في الكرون اللي احنا بنسميه سنو مان. يعني ايه سنو مان؟ يعني شبه الراجل اللي هو بتاع الثلج ده، براس وليه بطن، تمام؟ فده اسمه دي ايه اسمها بيتويتري ادينوما بيست على البيتويتري جلاند. طيب طبعا انا ممكن يجي لي جلايوما في اي حته بقى في البرين، يعني يجي في البرين ستام. هو هنا مكان البرين ستام، ده مكان البرين ستام، صح؟ يعني ده مين اللي فوق ده؟ سيريبرم عادي. ده مين قلنا السي شيب ده؟ روبس كالوزم. وده مين؟ ده السيريبلم. احنا قلنا لو حته من السيريبلم نزلت تحت في الفورم الماجنم ده اللي بنسميه ايه؟ كونسيدر هيرنيز، تمام. طب ايه اللي قدام بقى ده؟ ده اسمه ايه؟ ده البرين ستام، صح؟ عباره عن ميد برين اهو، الحته الصغيره دي والحته المدوره دي ايه؟ كونس، وتحت مين؟ ميدلس. يبقى الثلاثه دول ايه؟ ده البرين ستام، دي ايه؟ ميد برين، وده كونس، وده ميدلس. ممكن الاقي فيه ليجن كونتاين، يعني عادي برين ستام جلايوما. الجلايوما دي يعني اي برين تيومر ممكن يجي في اي حته في البرين. طيب بصوا بقى عشان ده برضو بيجي سؤال. خلاص بصوا دي اخر سلايد. هنا في حاجه اسمها سيريبيلو كونتاين انجل تيومر، ودي بتيجي في الامتحان، يعني عشان انا ايه لو مش بتيجي ما كنتش هقولها لكم عشان ما تتلخبطوش. ايه هو السيريبيلو كونتاين انجل اصلا؟ نيجي للصوره النورمال دي. ده قلنا مين؟ اللي ورا في البوستيريور فوسا سيريبيلا. طب لو ده سيريبيلا يبقى الفنتريكل ده مين؟ هو الفنتريكل، تمام. طيب الحته دي البونز، ماشي؟ يبقى الحته اللي ما بين البونز والسيريبيلا الحته اللي هي دي اسمها سيريبيلو كونتاين انجل، يعني الانجل اللي ما بين البونز ومين؟ والسيريبيلا اسمها ايه؟ سيريبيلو كونتاين انجل. يجي فيها تو كومن ليجنز جدا، حاجه اسمها مننجوما وحاجه اسمها فيستيبل شوانوما او اكوستيك شوانوما. معرفش خدوها في الاداء اللي شويه ولا لا؟ لا. طيب يبقى انا عندي تو ريجنز بيطلعوا في الحته دي، حاجه اسمها شوانوما وحاجه اسمها ايه؟ مننجوما. يبقى مننجوما وفستيبلر شوانوما. طيب هفرق ما بينهم ازاي؟ هنرجع للسي ده بعدين. دلوقتي ده في 1 قبل الصبغه وده في 1 ايه؟ بعد الصبغه. في ريجن هنا صح؟ والريجن ده ايه؟ نور. وعامل ماس افكت ولا مش عامل؟ عامل. عامل ايه؟ زائد البونس وزائد مين؟ الفولز فانتر. طيب الليجن ده خد صبغه ولا ما خدش صبغه؟ ده خد صبغه جدا. طيب شايفين الليجن ده طالع له بوز كده، صح؟ البوز ده داخل فين؟ داخل في حته هنا اسمها internal auditory canal. internal auditory canal اللي هي فيها الفيرتيبلر نيرف والكوكليير نيرف اللي احنا بنسمع منه، تمام؟ يبقى انا لو لقيت ليجن في السيريبيلو كونتاين انجل وليه بوز كده داخل في internal auditory canal يبقى ده اسمه فيستيبلر او اكوستيك شوانوما او نيوروما، كلهم نفس الاسم ده، اكوستيك شوانوما، فيستيبلر شوانوما، اكوستيك نيورونز، كل دول ليهم كلهم نفس الاسم لنفس الحاجه. يبقى ليجن سيريبيلو كونتاين انجل وطالع له بوز كده يبقى مين؟ فيستيبلر شوانوما. طيب لو لقيت ليجن في السيريبيلو كونتاين انجل ده اهو نفس الليجن في نفس المكان عامل ماس افكت ولا مش عامل؟ خد انهانسمنت ولا ما خدش؟ عنده بوز ولا ما عندوش؟ ما عندوش. يبقى ده اسمه ايه؟ مينيجوما، تمام؟ يبقى انا عندي تو ليجن اهو، هفرق بينهم ازاي؟ واحد عنده بوز داخل هنا المفروض كان يخش هنا ما دخلش يبقى دي مننجوما، واحد عنده بوز داخل جوه كده يبقى ده
قدامي بصوا بقى منظره في السي تي ايه؟ السي تي اهو في ليجر اهو تمام؟ فين بقى اصلا؟ هو انا المشكله ان الفيديو دي كانت دي عمرها ما حبيت الام ار لان الام ار مش كلاسيكال ان انا اشوف فيه بول اصلا. فشايفين دي اللي هي على الجنب ده دي الانترنال اوديتري كانال دي الانترنال اوديتري كانال اللي على اللف. طب اللي على الرايت مكان الليجر حاصل لها ايه؟ واسعه جدا شايفين كل ده مكان الانترنال اوديتري كانال وهي نورمالي بتبقى منظر ده. فهلاقي في السي تي حاجه عامله وايد للانترنال اوديتري كانال وبعد الانهانسمنت بعد الصبغه حصل ايه؟ الليجن داخل جواه يبقى دي ايه؟ فيستيبولار سولوما عشان ماشيه جوه الفيستيبولار نيرف اللي هو او طالعه منه اصلا اللي هو مسؤول عن البالانس بتاعنا تمام؟ طيب لو لقيت برين جواه مالتيبل ليجن يعني ادي ليجن ده عيان برضه داخل صبغه 1 2 3 4 طبيعي اول حاجه هفكر فيها ايه؟ بتاسس عيان معاه مالتيبل ليجنز وبالذات لو هو اولد ايج من غير تفكير كده اي مالتيبل ليجنز في البرين اول ديفرنشال هيبقى ايه؟ سبايس تمام؟ السبايس مش عليكم ماشي؟ ما تركزش سبايس